حتى لبعض الحركات السياسية التي تدعي التعامل مع الدين أنها تنطلق من آية وإن فئتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فإذا نحن نعرف الآن وقد تبين فعلا من هي الفئة الباغية، هل هي مجرد احتجاجات للمطالبة ببعض الحريات أو ببعض المكاسب، أم هؤلاء عصابة رفعوا السلاح ضد شعب آمن فكان يجب أن يواجهوا بالمثل؟ وهذه هي المسألة بكل بساطة. فأن تيأتي هم اختاروا مجموعة وغرروا بهم وتركوهم بعد ذلك. أغلبهم الأغلبية الساحقة أنا أعرف أنهم من المغررين بهم، إلا أن هؤلاء العصابة التي تعمدت ذلك مع من تعتمد على الأعداء وتعتمد على الصليبيين الذين تحركوا الآن وتحركوا ضمن مخطط شامل لإعادة تقسيم العالم وفق أهوائهم. هي سلسلة بدأت بضرب الأمن والاستقرار داخل ليبيا. نعم. ومن طبعا هم ينظرون و يرسمون غايات أبعد من هذا، من نعم. بينها ضرب المد القومي التحرري الثوري نعم. في الوطن العربي نعم. وشعب تونسي يدرك هذا جيدا وهو يتضامن مع الشعب الليبي وسيستمر بالتأكيد. في هذا التضامن إن شاء الله. هذا بالتأكيد، ونحن نعرف أن المؤامرة ناهيك على الوشائج التي تربط الشعبين، وشائج نعم. القربة والرحم للشعب الليبي والشعب التونسي هما شعب واحد عبر التاريخ، وقد علمنا التاريخ ذلك وقلنا ذلك دائما مرارا وتكرارا، وقلنا حتى بدون وجود إرادة معينة، إلا أن التاريخ والحاضر والمستقبل سيؤكد أن الشعب الليبي والشعب التونسي هما شعب واحد في النهاية ومصالحهما مرتبطة ارتباطا وثيقا وعضويا. نحييك يا أخي محمد الفاتح، ونحيي الشعب التونسي، ونحيي الأحرار في كل مكان، وثقوا أن كل الأحرار مع شعب الجماهيرية ومع الثورة في خندق واحد. الأخ محمد الفاتح منسق العربي وإنما نعم. عبر قارات العالم كلها. أشكرك أخي محمد الفاتح، منسق عام الحركة الشعبية من أجل الديمقراطية في تونس المباشرة. شكرا جزيلا من أجل الديمقراطية المباشرة. نعم، شكرا أخي محمد.